صباح الخيرات فيكم نوركايزين في رسالة اليوم رسالة اليوم هي مثل الملاك الحارس لك كأنما دا يوجه لك رسالة واضحة أنه تبدل ما تركز على الخارج حاول أن تركز على قلبك تركز على بداخلك كل الأجوبة اللي أنت تبحث عنها سواء أنت تبحث عن جواب نعم أم لا أو غيرها موجود داخل قلبك موجود في داخلك موجود في عقلك في, في داخلك فحاول انك تركز على الداخل بدل من انك تركز على الخارج وهذه البطاقة تقول لك انه انت القوي انت الساحر انت عندك كل هذه الهبات الروحانية كل هذه القدرات فقط ركز على داخلك واتصل بها لاحظوا انه رسالة الباحة كانت ايضا هذا الوعاء بالبخار واليوم ايضا رسالة هذا الوعاء بالبخار اللي كان ممكن تكون رسالة اليك تنبيهية انه محتاج فعلا تستنشق البخار الساخن للوقاية من الفيروسات مثل ما نلاحظ نشوف انه افضل شيء للوقاية من الفيروسات هو استنشاق البخار الساخن لتنظيف الرئة والمجرى التنفسي فثق بقدراتك وتواصل مع الملائكة هذه البطاقة هي كأنما الملائكة تقول لك أنه إحنا قاعدين نتواصل وياك قاعدين نرسل لك العلامات نرسل لك الأرشادات أنت بس خليك منتبه فخليك منتبه وواعي لكل رسائل الكون ورسائل الملائكة لك هذه كانت رسالة اليوم رابط حسابي في الانستغرام تحت هذا الفيديو